السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طارق، والنهاردة إن شاء الله هكلمكم عن أداة المعرفة the definite article. تمام، أداة المعرفة the بنستخدمها في حاجة عارفينها قبل كده، عكس أداة النكرة اللي هي a أو an. the ليها استخدامين أو ليها نطقين، the أو the، the أو the. زي ما قلنا a و an في الدرس اللي فات، كان a بتستخدم قبل الكلمة اللي بتبدأ بحرف ساكن أو consonant، وان تستخدم في الكلمة اللي بتبدأ بحرف vowel أو متحرك. هنا نفس الفكرة، بس الفرق في النطق. الكتابة واحدة، دايما بكتب تي اتش اي، لكن في النطق بنطق مرة في ومرة ذا. بنطق في بيبقى أول حرف في الكلمة اللي وراها حرف vowel أو حرف متحرك، اللي هما a e i o u. تمام، زي عندنا في اكشن، شوف بقول في اكشن، في اكشن مش ذا اكشن. في عندنا برضو في ابل، في ابل عشان بتبدا بحرف الاي. تمام، او انجلش، انجلش بتبدا بحرف الاي، ففي انجلش لانجويج، اللغه الانجليزيه، في انجلش لانجويج. تمام، الناحيه الثانيه ذا، ذا او بستخدمها لما تبدا الكلمه بحرف كونسونانت او حرف ساكن، زي عندنا كار تبدا بحرف السي، هنقول ذا كار، ذا كار مش في كار. وفي داي يعني يوم او نهار، فبقول ذا داي، ذا داي. وفي سبجكت، سبجكت يعني موضوع او ماده في المدرسه، انت مثلا الدراسات والعلوم والرياضه دي كلها سبجكتس، او سبجكت اي موضوع بنتكلم عنه، فعندنا ذا سبجكت برضو عشان حرف ساكن او كونسونانت. المره اللي فاتت اتكلمنا عن حاجه اسمها فاول ساوند، اللي هو صوت الفاول، وقلنا في اوقات ممكن اول حرف يبقى فاول لكن انا سامع صوت مش فاول، او العكس ممكن يبقى حرف مش فاول وانا سامعه فاول، زي الامثله اللي تحت دي. لو حاولنا نقول ار، ار اول حرف اتش لكن سايلنت، فانا مش سامع ار، انا سامع او يو ار، اور. فكده اول حرف منطوق هو حرف الاو، والاو فاول صح، فاحنا نقول ذي اور، ذي اور الساعه، ذي اور ليه؟ عشان اول حرف او في النطق. نفس الفكره اونست بوي يعني ولد، اونست يعني شخص ذو امانه، امين. تمام، فنقول honest boy يعني شخص ولد امين، فنقول the honest boy. ليه برضو؟ عشان ال H مش منطوقه، فاول حرف هو ال O في النطق فعليا، فبنقول the honest boy زي ما قلنا the مع ال vowel. هنا عندنا history، history برضو حرف ال H لكن ال H هنا منطوقه، انا بسمعها صح، سامع history H صح، فبنقول the history. في عندنا union قلناها المره اللي فاتت، قلنا union دي نطقها الحقيقي y o u N I O N union صح، فأول حرف أنا سامعه حرف الواي مش اليو، فبنقول the union لأن الواي مش vowel، بنقول the union. عندنا بقى umbrella، umbrella اللي هي شمسية. تمام، فلو عايز أنطقها umbrella، فأول حرف A اللي هو A، وأقول the umbrella. وفي uncle، uncle برضو A uncle، فده حرف A، فنقول the uncle. تمام، ده الفرق بين the و the. يساويهم في في أدوات النكرة كان هنا an و a. فأي كلمة بتاخد an لما هنيجي نقول the هنقول the، وأي كلمة بتاخد a هنقول the. دلوقتي بقى هنشوف أهم استخدامات لأداة المعرفة the. تمام، عندنا هنا أربع استخدامات يعتبروا أهم حاجات بستخدمها فيهم. قلنا في الأول حاجة أعرفها قبل كده something you know. تمام، يعني حاجة أنا بسمع عنها لكن معروفة عندي قبل كده، مثلا I ate an apple، أنا أكلت تفاحة، فدي أي تفاحة. هاجي بعد كده لما أكلمك عن نفس التفاحة اللي أنت عرفتها أصلا، فهقول لك the apple was delicious. تمام، يعني أنا أكلت تفاحة، التفاحة اللي أنا أكلتها اللي أنا كلمتك عليها قبل كده فأنت عرفتها خلاص، كانت لذيذة. تمام، أو شهية ماشي. عندنا بعد كده one thing يعني حاجة عندنا منها حاجة واحدة بس، بمعنى في حاجات في الدنيا موجود منها فيرجن واحد أو نسخة واحدة، زي the sun، sun اللي هي الشمس، أو the moon، أو the earth. تمام، كل دي الشمس والقمر والأرض كلها في منها حاجة واحدة بس. لما أقول لك the sun أنت عارف أنا أقصد إيه، بس the sun صح، أنت عارف إن أنا أقصد الشمس اللي هي بتطلع، الكرة الأرضية بتلف حواليها، مش بقصد شمس تاني. تمام، لما أقول لك مثلا the internet،
الانترنت، انا حتى بالعربي حتى انا بقول لك انا دخلت على الانترنت، فانت عارف انا بتكلم عن ايه. هو انترنت واحد ايا كان السيرفر اللي انت داخل عليه، لكن هو اسمه في انترنت. تمام؟ مثلا لو انا في دوله معينه وبتكلم عن حكومه الدوله دي، هي ممكن في بلد تاني فعلا في كذا حكومه، في كل بلد حكومه، لكن انا بتكلم عن دولتي. لو انا وانت من بلد واحده وبكلمك عن الحكومه، فممكن اقول the government، تمام، الحكومه. فانت هتقول لي طب ما في حكومات تاني. لا، انا بكلمك عن الحكومه اللي هي معروفه عندي وعندك، هي نفس الحكومه. فمش لازم اقول حكومه دولتنا زي ما قلنا an apple وبعدين اقول لك the government، لا بقولها مره واحده the government. تمام؟ طيب مثلا هنا مثال كامل. I read a book، انا قريت كتاب about the solar system. The solar system اللي هي المجموعه الشمسيه، تمام، اللي هي الكواكب اللي بتلف حوالين الشمس. فاحنا طبعا عندنا كام مجموعه شمسيه؟ هي مجموعه شمسيه واحده، فبالتالي لما بتكلم عنها انا عارفها، فبقول ذا سولار سيستم. مش لازم اعرفها لك، هي معروفه اصلا في سولار سيستم واحد، وان سولار سيستم. تمام؟ في عندنا حاجات دايما بتبقى برضو متحرفه، اوشنز اللي هي المحيطات، سيز اللي هي البحار، اند ريفرز اللي هي الانهار. عندنا مثلا ذا ريد سي، ريد يعني احمر وسي يعني بحر، فده البحر الاحمر، بقول ذا ريد سي، دايما متعرف، او اي بحر تاني. تمام؟ عندنا ذا نايل، نايل اللي هو النيل، بقول ذا نايل، مش بقول نايل وخلاص. يبقى كده عندنا ده سي وده ريفر. عندنا الاوشن زي ذا باسيفيك اوشن اللي هو المحيط الهادي، ذا باسيفيك اوشن، اي محيط بقول قدامه ذا. تمام؟ برضه في عندنا السوبرلاتيف ادجكتيفز اللي هي ادوات التفضيل. لما بشوف واحد مثلا، انا عندي مجموعه مثلا خمس اشخاص وفيهم واحد متميز عنهم بشده، تمام، فبقول ان ده مثلا اطول واحد في المجموعه، او اقصر واحد، او اتخن واحد، او اذكى واحد. تمام؟ فانا ممكن اقول انا معايا مثلا ثلاث اقلام، بس القلم ده احسنهم، فبقول the best، الافضل. تمام؟ فبقول the، حط the قبلها. فاي اداه تفضيل سوبرلاتيف يعني هي الافضل من بين مجموعه، دايما بستخدم معاها the. بقول مثلا ممكن اقول مثلا ايه، مرسيدس از the best type of car، تمام، احسن نوع عربيه. مثلا the easiest او the easiest، تمام، بمعنى الاسهل، جاي من easy. فممكن اقول English is the easiest subject، انجليزي هو اسهل ماده مثلا عندي في المدرسه. فدي الاسهل من بين كل المواد، هي رقم واحد دايما. السوبرلاتيف هي حاجه رقم واحد من بين المجموعات اللي انا بتكلم عنها. تمام؟ مثلا the hardest، الأصعب، ممكن أقول social studies هي الدراسات is the hardest subject in my school أو at my school. okay. في عندنا the tallest، the tallest يعني الأطول. okay. فمثلا ممكن أقول محمد is the tallest student in my class، يعني محمد هو الطالب الأطول في الفصل بتاعي. تمام؟ فهي دي استخدامات the أو the على حسب طبعا النطق المختلفة. في استخدامات تاني بس دي تعتبر أهم استخدامات. شكرا، ولو في أي أسئلة ممكن تكتبوها في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.